مشاهدينا متابعينا في كل مكان، اليوم اجواء مثاليه جدا وطقس رائع، يوم رائع من اجل لعب كره قدم، كل شيء هنا جاهز. يا الهي على هذه الاجواء، يا الهي على الشغف الكبير في المدرجات، يا الهي على هذه الروح العاليه الكبيره اللي عند المشجعين. كل شيء اصبح جاهز والبقيه على اللاعبين. اظهروا امكانياتكم، العبوا بادائكم لنستمتع بكره قدم، لنستمتع بالاجواء، لنستمتع بهذه الليله الكبيره. اجواء رائعه هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من اجل الاثاره والمتعه والشغف وكره القدم. بداية أحداث اللقاء، كرة طولية في المساحة الخالية، مساحة خالية على الجانب، يلعبها قوية، محاولة في منتهى الروعة، لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ، شوية حظ. يمر يلعب كرة بينية، قد تكون هذه فرصته. لعبة في منتهى الروعة، وضعت في المرمى بشكل جميل. تسديدة مدوية، لا أظن أنه سدد أقوى منها من قبل. يلعب كرة بينية، يلعب العرضية، تمرير والتسديد، الكرة في المرمى، جول. الكرة توضع في أفضل مكان. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. عودة سريعة، تمكنوا من إدراك هدف التعادل قبل أن تخرج المباراة من بين أيديهم. كرة للجناح، مرت البينية هذه براعة كبيرة منه أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. يلعبون ركنية قصيرة،
الكرة ويعود بالكرة إلى الوراء. لمسة بينية، مرت الكرة، يحاول أن يسدد الكرة من هنا، متابعة موجودة، الكرة في الشباك، هدف. لقد سجل الهدف، قد يكون حاسما بعد ذلك لمصلحتهم. هذه هي النتيجة لمثل هذه الكرات. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، ربما كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. تسديدة في اتجاه المرمى، عدت بجوار القائم الأيسر بسنتيمترات. وانتهى الشوط الأول. يلعب كرة بينية طويلة، انطلاقة رائعة سريعة جدا. الآن إمكانية المرتدة، الكرة ملعوبة من مسافة، يمر ويلعب كرة بينية، تسديدة من أول لمسة، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. ماذا بعد كل هذا؟ هل يمكن أن يلعبها ببراعة؟ لعبة في منتهى الروعة. الله يا ولد، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ جول جميل. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. تمريرة جميلة، لمسة بينية، فرصة للتسديد، يطلق الحكم صافرة معلنة نهاية المباراة. بهذا الجهد الكبير، بهذه الروح العالية، بهذا الأداء المدهش، جميع عليه أن يصفق على ما قدموه اليوم، وبالتأكيد على الانتصار المستحق.